أخبار اليوم. الليمون يتحط عليه 20 جنيه مش حرام، احنا غلابه البياع بنشتري ليمون اهو ب 20، هنجيبه ازاي واحنا ما معناش حق الليمون نجيبه ازاي؟ والله ب 40 وب 30 جنيه الليمون، اغلى من اللحمه كمان، اغلى من الفراخ، فراخ ب 15 جنيه. كنا بنجيبه كويم كده، كان الكوم بربع جنيه نجيبه. الواحد بصراحه مستغرب الاسعار، ده اغلى من التفاح، والله اغلى من التفاح. غالي طبعا الليمون طبعا، يعني لما واحد ياخد لمغزه نص ليمون ب 12 ونص، مش معقوله يعني. انما لما يبقى مغزه معقول، عمر الليمون ما وصل 10 جنيه، كان اكبر ما بيبقى كبيره. شجره حرق وغصب عن البياع برضك وعن التاجر. يعني انت دلوقتي احنا في الجو حر دلوقتي، الشجر مش مستحمل، يعني احنا دلوقتي جنب عماير وكده في ظل، لكن دي في صحراء. يعني انت دلوقتي واقف، احنا مش مستحملين هدومنا غصب عننا برضه. احنا اللي بنشجع على غلو الاسعار، لو احنا عملنا اعتكاف مش هيشتري الاسعار، مش هتكتب الاسعار. لا مش هشتري ليمون.